السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله درسنا اليوم ألوان ممتعة. هنشوف في هذا الدرس ونتعرف على مجموعة من الألوان أنواعها المختلفة، وهنشوف أيضا طريقة عمل فراشة زي اللي احنا شايفينها أمامنا دي باستخدام ألوان الأكريليك. هنشوف طبعا طريقة عملها بطريقة سهلة زي ما انتم شايفينها كده، وهنشوف طريقة خاصة أيضا. أتمنى تستفيد من الفيديو، لا تنسى تعمل لايك وتعليق واشتراك في القناة، ما تفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد. هنا هنشوف مع بعض بعض الألوان الموجودة. طبعا في الألوان الخشبية زي دي، وطبعا في منها الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، ده اللون برتقالي. ده شكل اللون بيكون على الورقة أو الورقة البيضاء بالشكل اللي احنا شفناه ده. ده لون اخضر طبعا. اذا مجموعة، وده درجة ثانية من الاخضر، فحتى اللون نفسه بيكون في منه مجموعة من الدرجات، يعني الاخضر في منه اخضر فاتح واخضر غامق ودرجات كثيرة. في مثلا هذا اللون البني، اللون البنفسجي. طبعا كده احنا شفنا مجموعة من الالوان الخشبية بنستخدمها أيضا في تلوين الرسومات، وهي طريقة تلوينها سهلة. هنشوف ألوان أخرى مثلا زي ألوان التالية دي اللي هي الألوان فلوماستر، أيضا مجموعة من الألوان زي أمامنا زي اللون الأزرق مثلا. طبعا اللون الأزرق كلنا عارفينه، واللون البرتقالي بتكون ناصعة شوية أو واضحة أكثر من الألوان الآه اللون الأصفر، من أكثر من ألوان يعتبر الخشبية. ده اللون الأحمر، ونشوف اللون البنفسجي. بإذن احنا شفنا كده ألوان خشبية، ألوان في الماستر. فإذا عندنا ألوان الشمعية، وفي الألوان الباستيل، وفي أقلام مثلا أقلام من الفوسفور زي اللي احنا شايفينها دي، بتكون مضيئة شوي، من برتقالي لون وردي مثلا أو بينك. اللون أيضا الأزرق أو السماوي الفاتح، ولون أخضر فاتح أيضا زي احنا شايفين كده. بإذن عندنا مجموعة من الألوان ومستوى. هنشوف مجموعة من الألوان الأخرى، هي ألوان اسمها ألوان الأكريليك، ودي من الألوان المائية. دي اللي احنا هنستخدمها معانا في عمل الفراشة، فممكن نستخدم معانا المقص والألوان الأكريليك وورقة زي كده، وممكن نستخدم الفرشاة. بجيب الورقة دي، طبعا هديكم فكرة بسيطة كده، وبعد كده ناخد بالتفصيل كيف هنعمل شكل الفراشة. ممكن نعمل شكل دائري كده، و أجيب اللون من الأنبوب مباشرة، وأبدأ أضع خطوط مثلا على شكل خطوط كده، يكون ثقيل شوية عشان طبعا يعطي مساحة ويملى الفراغات دي. طيب بعد كده ممكن ندخل لون آخر مثلا زي اللون البرتقالي. أدي ألوان أكريليك، كمان ممكن ندخل لو معانا اللون البني في المنتصف مثلا هنا كده. بعد كده بنقوم بطي الورقة، ممكن نوزع اللون زي كده، ممكن بفرشاة عشان يعطي مساحة أكثر، وأبدأ أضغط على الورقة زي احنا شايفين. كنا على شكل وردة، شكل فراشة، اي شكل احنا حابينه. طلع عندنا شكل الفراشة زي احنا شايفينها كده. ممكن بعد كده نقصها ونستخدمها. نشوف ممكن نعمل شكل اخر ايضا بشكل بطريقة بسيطة، نعمل دائرتين مثلا فوق بعض ونوزع الالوان كده. ممكن نعمل الوان مختلفة، ونفس الطريقة برضو نطويها تطلع عندنا بالشكل ده. نشوف بقى طريقة نعمل واحدة مع بعض ببساطة كده. عندنا الفرشاة وقلم رصاص والألوان الأكريليك والمقص والورقة.
بمسك الورقة بطويها زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، وأبدأ بالقلم والرصاص أو أي قلم عندي. نبدأ نرسم دائرة في الأعلى كبيرة شوية، ودائرة أقل منها أو أصغر منها شوية في الأسفل. بس ده كل اللي طبعا في جهة واحدة. ممكن بقى بكذا طريقة نعمل مجموعة من النقاط مثلا أو خطوط أو أيا كان، المهم يكون في لون ثقيل زي كده. بوزع طبعا بشكل عشوائي، بشكل عشوائي يعني كل مكان أضع نقطة كده. ممكن أدخل معاه لون أحمر، لون أخضر، حسب اللون اللي أنا حابب أدخلها. أدخل لون أخضر زي ما قلنا، بنوزعها بشكل عشوائي في الأماكن أو في الفراغات. بعد كده نضع في المنتصف لون مثلا، وليكن اللون البنفسجي ده. بضغط على الأنبوب زي ما احنا شايفين كده، بيوازن مع اللون، وأبدأ أضع اللون بنفس الطريقة دي. كده اعتبر بعد ما انتهينا، ابدأ اطوي الورقة واضغط عليها بحيث ان اللون اللي في الجهة هذه هيطبع على الجهة الاخرى من الورقة. خلصنا، ابدأ افك الورقة. طبعا بحاول اضغط عليها بشكل جيد عشان كل الالوان تتوزع على الورقة بشكل كويس. افتح الورقة بالشكل ده، طلعت عندي شكل الفراشة اللي احنا شايفينها امامنا دي. ابدأ بالمقص، طبعا بتركها تجف شوية، وبعد كده بنستخدم المقص، لان طبعا الالوان كده ما هي جافة، احنا شايفين الالوان متداخلة مع بعضها. اذا في شيء حابب تضيفه ممكن اضيفه باستخدام الفرشة، يعني الاشياء البسيطة دي ممكن نضيفها بالفرشة. بعد ما جفت شوية، طبعا ما تتركها تجف عشان ما تخرب معاكم، وبعد كده باستخدام المقص تبدأوا تقصوا على الأطراف زي كده. طبعا بمساعدة أي أحد من الأهل بقى يساعدنا في قصها. احنا طبعا المقص استخدامه بيكون خطر شوية، فأي حد من الأهل يستخدم المقص يساعدنا في عمله. ده الشكل النهائي للفراشة زي احنا شايفين كده. طبعا إذا استفدت من الفيديو لا تنسى تعمل لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.